السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والخطاب والكلام على لسان يوسف عليه السلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم. موضوع هذه المحاضرة قائم على تساؤل تاريخي افتراضي غير حقيقي، يعني الحدث تم وانتهى، ولكن هناك سؤال يسأله البعض، يقولون: على سبيل الافتراض، لو أن يزيد بن معاوية قبل بكلام الإمام الحسين عليه السلام فيما يخص الإصلاح في الجوانب المختلفة، بشرط أن يبايعه الحسين على الخلافة، أن الحسين عليه السلام يبايع يزيد، هل كان الإمام الحسين سيقبل بهذا العرض أم أنه كان سيرفضه؟ طبعاً هذا سؤال تاريخي افتراضي. قد يقول البعض: ما الفائدة من طرح مثل هذا التساؤل؟ لا، هناك فائدة ترتبط بوعي كيفية التعامل مع الخيارات المختلفة في القضايا المرتبطة بعالم السياسة، وأحياناً حتى بعالم الإدارة، بحيث أن الإنسان يضع مجموعة من المعايير التي من خلالها يرى ما هو القرار الأفضل والأصلح في مثل هذا الموقف. ثم إننا للإجابة على هذا التساؤل الافتراضي سنقدم مجموعة أيضاً من المقدمات والأفكار والمعطيات التي ستثري الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى ستعالج أيضاً بعض القضايا المرتبطة بنهضة الإمام الحسين عليه السلام. محاور المحاضرة في هذه الليلة كالتالي: المحور الأول موضوع تزكية النفس. أقصد من تزكية النفس أن الإنسان يثني على نفسه ويقول: أنا لدي مقومات كذا وكذا. ثانياً: لماذا خرج الحسين عليه السلام إلى العراق؟ ثالثاً: ماذا لو وافق يزيد على الإصلاح بشرط المبايعة؟ رابعاً: مسلم يواجه الواقع الفاسد. تعالوا إلى المحور الأول فيما يخص تزكية النفس. هل فيما طلبه النبي يوسف عليه السلام من خلال الآية التي مرت معنا في بداية البحث، اجعلني على خزائن الأرض، ويوسف مدح نفسه، أثنى على نفسه، قال: أنا أمتاز بمميزات الأمانة، حفظ الأمانة، القدرة على إدارة الأمور، بالتالي أنا عندي المؤهلات التي تخولني أن أكون في هذا الموقع. هل فيما طلبه النبي يوسف عليه السلام من الملك، هل في هذا خدش لموقعه كنبي؟ إن إنسان يمدح نفسه ويقول: أنا أتصف بهذه الصفات؟ ليس هذا فقط، قال: اجعلني في موقع مسؤولية، وموقع المسؤولية هذا كبير جدا، بمثابة وزير التخطيط ووزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير التجارة وما أشبه ذلك. فبالتالي هل هذا يخدش بمقام النبوة؟ باعتبار عادة الأنبياء هم
يزهدون في الدنيا، ما عندهم إقبال على الدنيا، ما يبون المناصب، ما يحبون المال، بعيدين عن هذا. هذا شيء نفهمه احنا في شخصية الأنبياء. فكيف يطلب يوسف هذا؟ هل هذا يتعارض مع ذاك؟ ثم عندنا النبي سليمان عليه السلام، طبعا هذه لوحة تخيلية من التراث الإسلامي للنبي سليمان مع الجن والعفاريت وكذا، هكذا كانوا يتصورون الوضع بهذه الصورة. النبي سليمان طلب من الله سبحانه وتعالى، وليس من الملك، طلب من الله أن يؤتيه الله ملكا، وصفة هذا الملك إن لا ينبغي لأحد من بعده، يعني يكون مميز جدا بحيث أن ما في أي حاكم يكون عنده هذه العناصر التي يوفرها الله عز وجل له، مثل خدمة الجن والعفاريت مثلا. هذا شيء ما حصل ولن يحصل، ولكن هذا حصل لسليمان عليه السلام. هذا الطلب في خصوص الملك ومثل هذه الأمور، هل تتنافى وتخدش في نبوته؟ هل تزكية النفس هذه فيها مشكلة من هذه الناحية؟ الذي يحدد أن تزكية النفس أمر إيجابي هنا أم أمر سلبي هو الدافع. ما الذي دفع الإنسان أن يقدم نفسه بهذه الصورة؟ سواء كنا نتكلم عن النبي يوسف أو سليمان أو أي إنسان آخر، إذا كان القصد عنده والدافع هو خدمة الناس من خلال الخصائص التي يمتاز بها، ويعرف أنه صادق في هذا الأمر بينه وبين الله، ويريد خدمة الناس لا يريد شيء آخر، لا يريد منفعة ذاتية، ثم هو يدرك أنه يملك المؤهلات. هذه نقطة مهمة. البعض إنسان خير، مؤمن، تقي، مصلي، عابد، كل شيء امدح مثل من هني لباكر، ولكن ما يفهم بالإدارة أبدا، لأن خير تروح تحطه مدير ما يصير، يدمر لك الإدارة. وبالتالي المفروض أن توفر عنصرين، عنصر أنه صادق في خدمة الناس، وعنصر آخر أنه يمتلك مقومات الإدارة. فإذا كان هذا هو الدافع، ما في مانع أنه يقدم نفسه لهذا الأمر. ثانيا، فيه بيان لدور الأنبياء عليهم السلام، بأن الأنبياء عندما يتولون المسؤولية سيؤدون الأمانة بهذه الصورة. يوسف أخرج مصر من المأزق الذي كانت تواجهه اقتصاديا وحياتيا، وبالتالي أنقذ الناس، أنقذ مجتمع كامل. هنا يقدم نموذج كيف أن الإنسان المؤمن لما يصير في الكرسي، على الكرسي، في المنصب، ما تغري الدنيا وما ينحرف ولا يتخلى عن مسؤولياته، ولا ينهب ويأخذ يعني من المال العام ويفكر بمصلحته ويبدأ يسوي بزنس وما أدري كذا، لا أبدا. هذا هو النموذج الذي يقتدى به، وأن الأنبياء كما أن دورهم هداية، بإمكانهم أيضا أن يقودوا المجتمع إلى بر الأمان في الناحية الإدارية والسياسية وغيرها. ثالثا، بيان حقيقة الدين. كان المجتمع وثني، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إله واحد أم هذه الآلهة الأرباب اللي أنتم تعبدونها؟ كان مجتمع وثني متعدد الآلهة، فأراد يوسف من خلال أن يتبوأ منصب مهم في الدولة أن يبدأ بالدعوة إلى الدين وينشر دين التوحيد. أما لو كان قد سعى للملك لكان فعلا خدشا في مؤهلاته للنبوة. والآية 57 اللي احنا قرينا الآية 56 و57، الآية الثانية، الآية 57 اتأكد أن الملك الدنيوي لا يمثل شيئا عند الإنسان المتقي الحقيقي، ولا شك أن الأنبياء منهم وعلى رأسهم. شوفوا الآية، ولا أجر الآخرة، يعني ذاك الملك اللي أنا أطلبه ترى هذا ما بعيني شيء، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا، مو بس إيمان، وكانوا يتقون. يمكن إنسان يؤمن كل شيء لكن بعد وساوس شيطان وكذا يبدأ ينحرف شوي شوي، عنده إيمان
ولكن عنده انحرافات. وكانوا يتقون، مو كان عنده تقوى، لا، التقوى هذه مستمرة ويغذيها دائما حتى لا تخبو، حتى نفسه لا توسوس له في يوم إنه ينحرف عن الصراط المستقيم. أما تزكية النفس المذمومة، أن الإنسان يمدح نفسه ويقدم نفسه لموقع ما، لموقع إداري قيادي، المذمومة متى تكون؟ إذا كانت بدافع العجب، هو معجب في نفسه، شايف نفسه والواقع هو أقل من ذلك، أو لخداع الناس وهو يريد مصلحته الذاتية، أو لأي غرض دنيوي آخر. هنا من يزكي نفسه حتى يحصل على امتيازات شخصية، هذا الإنسان عندما يقوم بهذا الأمر فعله مذموم. الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة ذم من يزكون أنفسهم ويقولون إحنا وإحنا وإحنا. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، واحد واحد، إذ أنشأكم من الأرض، هو اللي خلقكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لم تغيبوا عن عين الله لحظة في كل مراحل تكونكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يدري من المتقي الحقيقي من لا، فلا تمدح نفسك أمام الله تبي تخدع الله سبحانه وتعالى، هو أعلم بالحقائق. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول هناك تزكية للنفس مذمومة وهناك تزكية للنفس إيجابية. ولذا نفس يوسف عليه السلام في أثناء الحوار اللي دار مع الملك وكذا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يعني حتى هو وضع نفسه في موضع التهمة، هو وضع نفسه في موضع التهمة، يقول أنا كبشر ممكن أن نفسي تخدعني، ولكن أنا استطعت، طبعا هو استطاع أن يتعالى على هذه المعاصي وعلى هذه المغريات، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إذا كان عنده تزكية للنفس، كان عنده تقوى حقيقية يوسف عليه السلام، ولذا لما مدح نفسه ما كان غرضه دنيوي ولا كان غرضه شخصي، ولذا كان أمرا في محله. من هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ربى أصحابه على أن لا يقبلوا من يمدحهم جهارا عيانا، لربما من أجل بعض المكاسب الدنيوية، على خلاف ما كان يقوم به بعض الملوك والأمراء والقادة وغير ذلك ممن كانوا يشجعون أصلا ويبحثون أصلا عن الشعراء وعن المداحين من أجل الثناء عليهم. تربية الرسول كانت مختلفة. من هنا نجد المشهد التالي الرائع المليء بالجرأة من قبل المقداد ابن الأسود، وهو في محضر الخليفة، خليفة عثمان ابن عفان، روى أحمد ومسلم وغيرهما عن همام بن الحارث، جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه. هذا طبعا هني كان عثمان خليفة، فبالتالي صار ردة فعل عند مقداد، قال فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب، يشيل من الأرض تراب ويرمي في وجه هذا المداح ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. لماذا؟ لأن قد يكون هذا نفاق، وهذه من أشد الأمور التي تفسد المسؤولين وتفسد أصحاب المواقع وتفسد الناس، تدخل في قلوبهم العجب، تكبر على الناس وغير ذلك. هذا الأسلوب ما كان يحبذه رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمقداد يقول أنا أفعل كما أمرني رسول الله صلى الله عليه في هذا الموقع. والإمام زين العابدين عليه السلام يعطينا مقطع عبارة جدا رائعة، أتمنى لو كلنا نحفظها، لأننا كلنا في موقع من مواقع الحياة نمتدح
في موقع إداري كنا، في موقع اجتماعي، في أي مكان. الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية كما هو مروي عنه، كما هو مروي عنه: ولا ترفعني، خطاب لله عز وجل، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني في نفسي مثلها. يا رب، واحد كذي يمدحني كذا ويقولون أنت كذي، ممكن يدخل فيني العجب. يا رب خفض من تقييمي لنفسي، حتى لا يكون هذا الكلام اللي يرفع تقييمي في أعين الناس سبب أني أنا أترفع على الناس. ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هذه تربية إيمانية رائعة. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية. طيب، لماذا خرج الحسين عليه السلام إلى العراق أصلا؟ يعني إذا احنا نبي نبحث، السؤال اللي طرحناه في بداية المحاضرة يحتاج أيضا أن نسلط الضوء على سبب خروج الحسين عليه السلام. طبعا القراءة السائدة، التحليل السائد، المنطق السائد في هذا أن الحسين عليه السلام خرج لكي يستشهد، لكي يقتل، من أجل أن يوعي الناس، من أجل أن يخرج الأمة من حالة الركود والانصياع إلى بني أمية، أو أنه خرج وكان يعلم أنه سيقتل دون أن يحقق الوصول إلى الكوفة. من الأساس يعني من خرج من الحجاز هو يدري بأنه سيقتل وأنه سيمثل في جثمانه المبارك وغير ذلك، وبالتالي لن يستطيع أن يحقق شيئا على الأرض في إطار المواجهة العسكرية أو الثورية أو غير ذلك. هذه القراءة السائدة والتحليل السائد، وله ولهذه القراءة أدلتها ومنطقها ومبرراتها. لكن أيضا فلنأخذ بعين الاعتبار أن هناك قراءة أخرى، تحليل آخر، يقول أن الحسين عليه السلام في بدء خروجه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، إلى مرحلة متأخرة من خروجه، كان مقصده هو تأسيس حكم في العراق. قالوا له: الأمور مهيئة لك، أقدم علينا، احنا جاهزين للنصرة. فكان خروجه على أساس أنه يريد أن يؤسس دولة هناك ثم ينطلق من خلالها لمواجهة الأمويين، لمواجهة يزيد، ومن خلال هذه الدولة يعمل على ترسيخ الإصلاح في المجتمع الإسلامي. هذا أيضا تحليل آخر، يقول أن الإمام الحسين خرج ليؤسس دولة، لينجح في الثورة، لم يخرج لكي يقتل، لكي يستشهد. نعم، لو بلغت الأمور إلى مرحلة تستدعي منه أن يقدم نفسه شهيداً دون أن يقبل بالذل والهوان، فإنه على استعداد لذلك، ليس نفسه فقط بل وأن يقدم أهل بيته في هذا الطريق. وبالتالي يقول أصحاب هذه الرؤية بأن الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد في كربلاء، قبل أن يصل إلى كربلاء اتضحت عنده الصورة بأن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر، فقرر قراره. لاحظوا معي بعض النصوص التي يعني توضح الصورة في هذا الاتجاه. يقول الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. السلة يعني سل السيف، رفع السيف. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكلام. ما دام وصلت الأمور إلى هذا الحد، أنا على استعداد إني أقتل في هذا الطريق. ولذا
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. أخذ تصميمه في ذلك اليوم في يوم العاشر على المواجهة الحتمية ولو تؤدي إلى استشهاده. لماذا؟ لأن الخيار الآخر الوحيد الذي كان متوافراً هو أن يقدم للبيعة ذليلاً، وهيهات من الذلة. طبعاً البعض لا يقبل هذه القراءة، يقول الإمام الحسين عليه السلام كيف ممكن يروح وهدف أن يحصل على الملك؟ الإمام الحسين ما يبي الملك، الإمام الحسين زاهد، الإمام الحسين أرفع من الملك والحكم والكرسي وغير ذلك، كيف يكون خروجه من أجل الحصول على الكرسي والملك؟ لا، نرجع الآن إلى ما قلناه قبل قليل، أنه مر الإنسان يتقدم في هذا الاتجاه بدافع يرضي الله عز وجل، ومرة يتقدم بدافع شخصي، وحتما أن الحسين عليه السلام تقدم بدافع الإصلاح، دافع يرضي الله عز وجل. فوضع أمام نفسه خيارات، أول خيار هو أن ينجح في المشروع ويؤسس تلك الدولة. والمصادر التاريخية المبكرة تساعد على تقبل هذه القراءة، وهي أيضا متناغمة مع ما قدمناه من الآيات القرآنية في خصوص النبي يوسف عليه السلام، النبي سليمان عليه السلام. ما في مانع أبدا لو قبلنا بهذه القراءة، ما في أي خدشة في شخصية الحسين عليه السلام وأهدافه. لاحظوا معي هذا النص في تاريخ الطبري وفي مصادر أخرى، أنه لما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيأ للرحيل، ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر، يعني صلاة العصر. هذا وين؟ هذا لما التقى مع جيش الحر. وأقام فاستقدم الحسين، أو فاستقدم الحسين يعني قدموه للصلاة، فصلى بالقوم ثم سلم، وانصرف إلى القوم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله. منو أهله؟ منو أصحاب الحق؟ كان يمثلهم الحسين في ذلك اليوم. يكن أرضى لله ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم. هذه دعوة أن يجعلوه على سدة الحكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان. وإن أنتم يا أهل الكوفة اللي مع الحر 1000 واحد، وإن أنتم كرهتمونا وجعلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم. أوجه وجهي باتجاه آخر، أبحث عن موقع آخر أستطيع من خلاله أن أحقق الإصلاح، قد أعود إلى المدينة، قد أذهب إلى اليمن، قد أذهب إلى مكان آخر. فالإمام الحسين عليه السلام واضح من خلال هذه الكلمة بأنه ذاهب لإنجاح مشروع، هذا المشروع كان يتمثل في ولاية الأمر، يعني في استلام الحكم والانطلاق من خلال ذلك للإصلاح. نعم، لما صار الخيار هو المواجهة مع الأمويين أو الذهاب لبيعة يزيد، حين ذاك الحسين عليه السلام قرر المواجهة التي ستؤدي إلى استشهاده. الإمام علي عليه السلام تمسك بالحكم، حرب ثم حرب ثم حرب، الأولى البصرة الجمل، ثم صفين، ثم الخوارج. البعض يقول: أما كان الأجدر بعلي عليه السلام عندما وجد أن طوائف من الناس لا تريد، أن فتنة حاصلة، أما كان الأجدر به أن يتنحى؟ ما كان الأولى بعلي أن يبتعد بدل ما يخوض هذه الحروب وينقتلون اللي ينقتلون؟ أما كان الأجدر بأن يترك الحكم؟ ما هذا التعلق بالحكم عند علي عليه السلام؟ هل كان الإمام طالب حكم؟ عجبا لهؤلاء. هل يلام من بايعه المهاجرون والأنصار؟ أم يلام الناكثون والمارقون والقاسطون؟ من اللي يلام؟ أي منطق هذا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى،
هل يلام من يريد الإصلاح في الأرض وليعطي كل ذي حق حقه وليعيد الأمور إلى مجراها كما كانت على عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ أم يلام ذلك الذي واجه عليا وهدفه الملك؟ أيهما الملام؟ ولذا هو يقول عليه السلام في حق خصومه مؤكدا هذه الحقيقة: كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أنا جئت للصلاح والإصلاح وأولئك يريدون الفساد والإفساد. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. ثم هل يحق لعلي عليه السلام أن يترك الأمر بحيث يعاث في الأرض الفساد من قبل طلاب الملك والدنيا؟ أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لولا تحمل المسؤولية، لألقيت حبلها على غاربها. أنا لا أريد الملك، لا أريد الدنيا، وهكذا كان الحسين عليه السلام، ولكن هي المسؤولية أتحملها عندما تتطلب الأمور ذلك. ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. صدقوني هذا هو منطق الحسين عليه السلام، هو هذا منطق الحسين، وهذا الذي أخرج الحسين عليه السلام إلى العراق، ولكن المشروع لم يتم. وبالتالي أمير المؤمنين عليه السلام تمسك بالحكم لا استجابة لهوى نفس، لا حبا للدنيا، لا طلبا للملك، بل سعيا للإصلاح تحملا للمسؤولية. إذن خروج الحسين عليه السلام، إذا قلنا ورضينا بهذه القراءة أنه كان طلبا للحكم، فحين ذاك هذا الأمر لا يكون متناقضا مع شخصيته ومع أهدافه، لأن الدافع، لأن الغاية الحقيقية هي الإصلاح. الآن السؤال: ماذا لو وافق يزيد على الإصلاح لكن قال للحسين: تعال بايعني، اقبل بكوني على سدة الحكم، هل هذا الأمر مقبول من الحسين أم لا؟ قد يقال للوهلة الأولى: أليس غرض الحسين عليه السلام الإصلاح؟ مو هذه غايته؟ طيب الآن بدون إراقة دماء، بدون مشاكل، بدون شق صف المسلمين، يزيد راح يحقق هذا الأمر. بعد ليش الإمام يخرج ويطالب بالحكم وكذا وإلى آخره؟ هذا واحد. ثانيا، لو أنه رفض هذا العرض سيحاج من قبل سائر الناس، يقولون: يا حسين أنت تقول طالب إصلاح، طيب الرجل جايب لك المشروع ويقول لك فقط بايعني وأنا أحقق لك الإصلاح. فإذا فالوهلة الأولى قد تكون الإجابة نعم، ولكن الاحتمال الثاني الذي تسنده الأدلة التاريخية أن الإجابة ستكون كلا، حتى لو عرض له الإصلاح لم يقبل. عجيب، لماذا لا يقبل الحسين عليه السلام؟ لاحظوا وياي مثلا هذه الرواية، رواها ابن أعثم الكوفي في الفتوح، سيد ابن طاووس في اللهوف أو الملهوف، والخوارزمي في مقتل الحسين، وابن نمى الحلي في مثير الأحزان، ومنير سبل الأشجان. وفيها أن من ضمن الحوار الذي دار بين الإمام الحسين عليه السلام ووالي المدينة الأموي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، أنه قال له، الإمام الحسين قال له مع اختلاف في اللفظ بين المصادر: أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ليس له هذه المنزلة، لا يمكن أن يكون على في هذا الموقع الذي
يكون فيه أميرا للمؤمنين، حاكما للمسلمين، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة. إذن في عنصر هنا مهم، وهو أن يزيد كشخص فاقد للأهلية في أن يكون في مثل هذا الموقع، ولو بايعه الإمام الحسين عليه السلام فإن هذا الأمر سيكون سابقة لشرعنة وصول أمثال يزيد إلى سدة الحكم والرضا بذلك. وسيأتي هؤلاء ليعيثوا في الأرض فسادا، حتى لو فرضنا أن يزيد قام بمشروعه الإصلاحي ولا يمكن أن يصدر منه ذلك، ولكن لو فرضنا، لكن هذا الأمر سيفتح الباب لأمثال يزيد أن يعودوا وليقوموا بمثل الدور الذي كان يقوم به يزيد قبل هذا الوعد الافتراضي. ثاني أمر، الإصلاح لا يقتصر فقط على إجراءات إدارية ومالية ودينية وإعلامية فحسب. يزيد هو لا يمتلك المقومات أن يقوم بمثل هذا الإصلاح، هو كشخص لا يملك مثل هذه المقومات بشخصيته، بأفكاره، برؤاه، بأخلاقه، بعدم دينه، لا يملك هذه المقومات لكي يقوم بمثل هذا الإصلاح. وبالتالي حين ذاك لو تمت المبايعة سيكون الحسين عليه السلام ملزماً بالرضا بكل ما يقوم به يزيد تحت عنوان أنه أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين. الأمر الثالث، موافقة الحسين ومبايعته ليزيد يعني تصديقه لقانون التوريث للملك، لا بناء على المؤهلات وإنما بناء على أن هذا ابن هذا، تنتهي القصة، أو أخو هذا. لأن البعض يقول طيب في الإمامة صورة توريث، علي حسن ابن الحسين أخوه وابن علي ثم علي ابن الحسين ثم توريث. نعم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، في توريث لكن على أساس المقومات. لماذا لم تذهب الإمامة إلى أحد من أبناء الإمام الحسين عليه السلام غير زين العابدين، أحد أبناء زين العابدين غير الباقر، أحد أبناء الباقر غير الصادق؟ المسألة مسألة مؤهلات، ليس لأنه ابنه، مسألة مقومات. أساس فكرة توريث الملك ليست قائمة، بل من تتوفر فيه المقومات، وتوفرت في هذه الأسرة الكريمة المباركة. هنا الإمام الحسين لو بايع يزيد معناه سيوافق على فكرة توريث الملك، وهي فكرة جديدة. ولذا عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المعاصرين للحدث رفضوا الترويج لخلافة يزيد على أيام معاوية. معاوية في أواخر حياته قدم يزيد كخليفة له. في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز، مروان كان هو الحاكم، استعمله معاوية فخطب، يعني مروان، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه قبل ما يموت حتى، خلاص توريث ملك. فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الخليفة أبي بكر، قال له شيئا. شنو قال؟ البخاري ما ذكر لنا. فقال، يعني معاوية، مروان خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، يعني دخل إلى بيت الرسول اللي هو كان مخصص لأم المؤمنين عائشة، دخل هناك فما استطاعوا أن يقتحموا البيت ونفذ بجلده. طيب ما الذي قاله؟ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري يذكر لنا شوية الرواية مفصلا بحبحة أكثر. عبد الله المدني قال: كنت في المسجد حين خطب مروان، الحادثة هذه اللي ذكرناها، فقال: إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأيا حسنا في يزيد، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر.
فقال عبد الرحمن هرقلية، يعني تبسون على سنة القياصرة، واحد على ابنه وابنه وابنه، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده. هني اللي قالوا لحقوه وراح اختبأ في بيت أم المؤمنين. ابن الأثير في الكامل في التاريخ يعطينا شوية تفاصيل أكثر بعد، يقول كتب معاوية بعد ذلك، بعد سفره إلى الحج وكذا رجع إلى الشام، كتب رسالة إلى مروان بن الحكم، كأن في سفرته معاوية قرأ الوضع وكذا والأمور شلون ماشية ومنه ممكن يعارض قراراته إلى آخره، بعدين كتب إلى مروان: إني قد كبرت سني ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي، يعني أبي أضمن إن الحكم يبقى بيدنا، وقد رأيت أن أتخير لهم، إني أنا أختار من يقوم بعدي، وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك، فأعرض ذلك عليهم، يعني أبي أول شيء تعرض على الناس ونشوف ردة الفعل، ودي أن يأيدون هذا المشروع حتى الأمور تمشي بسلاسة، وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم به، طبعا ما ياب اسم يزيد، قال أنا بختار لكم واحد يكون الحاكم من بعدي. فقال الناس: أصاب ووفق، إنه يبي مصلحة الأمة وكذا، وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو، يعني خلي يبذل جهده بحيث يختار لنا أفضل إنسان. فكتب مروان إلى معاوية بذلك، فأعاد إليه الجواب يذكر يزيد، لكن هالمرة ايش قال له؟ قال اطرح إن اللي أنا اخترت لكم والصالح لكم هو يزيد. فقام مروان فيهم وقال: إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يألو، وقد استخلف ابنه يزيد بعده. هني قامت القيامة، فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: كذبت والله يا مروان وكذب معاوية، ما الخيار أردتما لأمة محمد صلى الله عليه وآله؟ أنتم مو الصالح العام هو هدفكم، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل. وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك، وفعل مثله ابن عمر وابن الزبير، فكتب مروان بذلك إلى معاوية، ثم جرت بعض الأحداث إلى أن مات معاوية، وفعلا أصبح يزيد هو الحاكم على الرغم من مخالفة كبار من هم يمثلون الطبقة العليا، الصحابة يعني هم حملة الرسالة المفروض هكذا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الفرضية هذه أن الإمام الحسين يوافق متعارضة مع المعطيات التاريخية، وهو ما يعني استمرار الإمام في خطوته الثائرة، وإن كلفه ذلك أن يقدم نفسه وأهل بيته وأصحابه شهداء على مذبح الإصلاح، لا في كربلاء فحسب، بل وفي الكوفة أيضا حيث بدأ انطلاق ركب الشهداء. ومن هنا ننطلق إلى المحور الأخير، مسلم يواجه الواقع الفاسد في تاريخ الطبري عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، وهو يتحدث في أجواء اعتقال هانئ بن عروة بعد محاولة اغتيال عبيد الله بن زياد في بيته، فأتى مسلما الخبر فنادى بشعاره، الشعار اللي كان متفق عليه كلمة السر، فاجتمع إليه 4000 من أهل الكوفة، فقدم مقدمته وعبى ميمنته وميسرته وسار في القلب، يعني قوة عسكرية مقسمة حسب التقسيم اللي كان قائم في المعارك في ذلك الزمان، وسار في القلب إلى عبيد الله، وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده في القصر. فلما سار إليه مسلم فانتهى إلى باب القصر، أشرفوا يعني القادة هذيل، قادة القبائل كذا الكبار، وجوه الشخصيات اللي موجودين بالكوفة اللي ساندوا ابن زياد، أشرفوا على عشائرهم فجعلوا يكلمونهم ويردونهم، فجعل أصحاب مسلم يتسللون
حتى أمسى في 500 من 4000. فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضا. فلما رأى مسلم أنه قد بقي وحده تردد في الطريق حتى أتى بابا فنزل عليه، فخرجت إليه امرأة فقال لها اسقيني، فسقته، ثم دخلت فمكثت ما شاء الله، ثم خرجت فإذا هو على الباب. قالت يا عبد الله إن مجلسك مجلس ريبة، هذا أنت قاعد أمام بيت امرأة كذا، هذا غير مناسب، فقم. قال إني أنا مسلم بن عقيل، فهل عندك مأوى؟ قالت نعم ادخل. وكان ابنها مولا لمحمد بن الأشعث، ومحمد بن الأشعث من كبار الشخصيات في الكوفة، وكان مواليا لابن زياد في تلك اللحظة. فلما علم به الغلام انطلق إلى محمد، يعني ابن الأشعث، فأخبره، فانطلق محمد إلى عبيد الله فأخبره، فبعث عبيد الله بعث عمرو بن حريث المخزومي، وكان صاحب شرطه، بعثه إليه إلى مسلم، ومعه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. فلم يعلم مسلم حتى أحيط بالدار، فلما رأى ذلك مسلم خرج إليهم بسيفه فقاتلهم، فأعطاه عبد الرحمن الأمان فأمكن من يده، يعني بعد قتال وكذا وجد مسلم أن لا مفر من الاستسلام في تلك اللحظة، لعله يستطيع أن يذهب إلى ابن زياد ثم يبدأ باتخاذ بعض الإجراءات أو المناقشات أو الحجج أو غير ذلك، ليبحث عن منفذ. وكان أيضا من أهدافه أن يوصل رسالة إلى الحسين عليه السلام أن لا تقدم، فالأمور قد تغيرت. وبالتالي سلم نفسه فأمكن من يده، فجاء به إلى عبيد الله فأمر به، فأصعد إلى أعلى القصر. طبعا في روايات أخرى تشرح الحوارات التي دارت وكيف طلب أن يبعث المبعوث إلى الإمام الحسين ورفض ذلك. فأصعد إلى أعلى القصر فضربت عنقه وألقى جثته إلى الناس، وأمر بهانئ فسحب إلى الكناسة فصلب هنالك. وقال شاعرهم في ذلك الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول أحد شعراء مذحج قال وهو يرثي هانئ بن عروة، فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيلي. وفي رواية أخرى تتم لهذا البيت، إلى بطل فانظري إلى، يعني فانظري إلى بطل قد هشم السيف وجهه، وآخر يهوي من طمار قتيلي، أصابهما أمر الأمير فأصبحا أحاديث من يسري بكل سبيل. ترى جسدا قد غير الموت لونه، ونضح دم قد سال كل مسيل. فتى كان أحيا كان أنظر كان أبهى، فتى كان أحيا من فتاة حيية، وأقطع من ذي شفرتين، وأقطع من ذي شفرتين صقيلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.